تمام.
عرفت لو عدد النونرات اقل من عدد المعدلات اللي هم ثلاثه اصدر الحكم على طول ان الاستراكشر بتاعي استاتيكالي انستيبل. اما لو كان ثلاثه او اكثر عددهم كافي لكن لازم اتحقق من الجونت بتاعهم. اذا كانوا متوازيين او متقاطعين يسبب لي مشكله رغم ان عددهم كافي، عشان كده المشكله هي جيومتريه. الجونت اللي بيقول عليه جيومتريكالي انستيبل. النقطه الثالثه، اف نمبر اوف النون اف اكبر او يساوي اكبر او يساوي نمبر اوف ستيت ليبرال ويجن، هما اكبر او يساوي من ثلاثه ان النون اف ار لوب ار لوب قررت او نوت انكر، ولا هم متوازيين ولا هم متقاطعين. Thus structure is said to be very statically stable. يبقى عرفت عشان يكون ستاتيك يعني ستيبل عدد النون رياكشن يساوي او اكثر من عدد معدلات الاتزان اللي هو ثلاثه في هذه الحاله، حاله ان هو عندي وان دايمنشن ستراكشر نوت انفولد في كوشن كونديشن، لازم يكون اكبر او يساوي، ولازم يكون الجوهر بتاعهم صحيح. يعني ايه؟ ولا هم متوازيين ولا هم متقاطعين. الحاله دي يبقى الاستراكشر بتاعي ايه؟ statically stable. لكن لازم نفرق بقى بين امتى يبقى يساوي وامتى يبقى ليه اكتر. اذا كان يساوي يبقى نقول عليه statically determined. عشان كده هي الديترمينينز بقى، ده تعريف الديترمينينز. لو كان بيساوي يبقى statically determined extended او determined reaction. اما لو كان اكتر يبقى نقول ايه؟ statically indeterminate. يلا وضح. يبقى نمره اربعه نتكلم بقى على المهيلي، هو الاستراكشر بقى ستيل. لا يصح ان احنا نتكلم على الديترمينينسي ديترمين ولا انديترمين الا لما يبقى الاستراكشر بتاعي اوريدي ستيل. خلاص؟ اف نمبر اوف النون رياكشن بتوعي بقى اوف ستيل استراكشر. الاستراكشر بقى ستيل اوريدي. يعتبر اللي هو ماما فقر البلدات او ستيبل ستراكشر. خلاص؟ اند ذا نمبر اوف رياكشن از ايكوال نمبر اوف ستيب ريبر ريشن. Thus, structure is determined. Extended. Extended. And يساوي فقط ايكوال، يبقى يستخدم نقول عليه ايه؟ ستاتيكالي ديترمين ستيبل اند ديترمين اكسترنال. طبعا مش اكسترنال يعني لو في انترنال هنتكلم على ده. اما نمره خمسه نفس العباره اللي فوق دي، اف نمبر اوف انون رياكشن اوف ستيبل برضه
هذا الرقم يعتبر ايه اسمه بنقول عليه degree of indeterminacy. degree of indeterminacy يبقى ده degree ده degree of the indeterminacy is number of unknown reaction exceed زيادة عن the number of equilibrium العدد الزيادة هو اللي بنقول عليها ريدايركت الانديترمينيس زياده باي 1 يبقى فيرست ديجري زياده باي 2 يبقى سكند ديجري باي 3 يبقى ثيرد ديجري اند سو اون هنوضح الكلام ده بعد الاعذار والرسومات خلاص ده الجزء اللي هو ده والجزء ده البسيط ده اللي هو الاستراكشر استراكشر اللي هو بنقول عليه ريليتيفلي او نوت الورجن كويشن تعمل ايه سهله وبسيطه المعادلات بتاعتنا دي امال ايه بقى في الحاله الثانيه لو كان الاستراكشر الورجن كويشن كونديشن يعني عنده كويشن كونديشن يعني في انترميديت رينج بتسبب حركه نسبيه لاجزاء الاستراكشر في الحاله دي كل الكلام اللي احنا كتبناه الست نقط اللي احنا كتبناهم دول هم هماهم مع تعديل بسيط يبقى في الحاله دي الحالة دي all the above six statements الستة اللي احنا كاتبينهم دول خلاص؟ are the same with small change this is a small change back which is الجرده بتاعت number of static equilibrium equation تتعدى الى number of static equilibrium equation plus equation of condition فقط اهو ايه؟ هنحط هنا number of static equilibrium equation by number of static equation plus equation of condition. لو في عندي condition ده بدل النمبر اوف equation في كل العبارات اللي كتبناها اطلع الكلام يعني ايه؟ يعني عدد المعادلات اللي عندي بتاعت الايكويشن اللي هم الثلاثه هيزيدوا بايه؟ بالدجري اوف انترمينس 1 يبقى تزيد 1 2 يبقى يزيدوا 2 3 يبقى يزيدوا 3 يعني سواء والمقارنات بقى اللي احنا عملناها بين النمبر والنون رياكشن تقارن بهذا العدد الكلي من المعادلات اللي هو معادلات الايكويشن اوف ايكوليبرم اللي هم ثلاثه زائد الايكويشن ايه؟ اوف كونديشن واضح؟ يلا درس العبارات اللي قلناها نوضح الكلام ده بأكثر رسومات. نمسح بقى الكلام ده. الكلام ده انا بصور لك البي دي اف الورقه فيها نفس الكلام ده. اوكي؟ نمسح القلم عشان تصدر صغيره نوضح الكلام ده برسومات. ممتاز اول حاجه نفرق بين اللي هو اللي قلنا عليه النوعين الرئيسيين من نوعيه الاستراكشر بتاعنا بالنسبه للتشكيل بتاعه اللي هو قلنا نوت انفولفنج كويشن اوف كونديشن و
وينفولف في الكويس على الكويس. اه. اتكلم على الاثنين في ممكن كده او ممكن كده او ممكن كده. اتكلم على الاثنين في او ممكن يبقى فيه انترميديت شينجز لكن ليس كونديشن زي ما احنا عارفين لو عملنا كده كده وكده. دول ثلاثة نمبر توصلوا ببعض وتكونوا رسوم مقفولة وفيهم جواهم ثلاثة انترميديت دول يمنعوا الحركة النسبية دي من غير النمبر ده. الاثنين دول هيتحركوا كده. طبعا احنا بنتكلم ناس على فكرة بالمناسبة الكلام ده كنا بنمارسه طالب سنة أولى زمان. لكن بعد كده لما كان الموضوع كان يعني عمال المشكلة دي عشان معلوماتهم كانت لسه قليلة في الاستراكشر خلينا بقينا صراحه نسمي الدرجه سنه ثالثه عشان يكون انت اوريدي استوعبت استراكشر سنه اولى استراكشر سنه ثانيه كويس. فالكلام زي ما احنا عارفين انت اكيد عارف. فده لما حطيت المنبر الثالث ده وربط هنا وهنا منع الحركه النسبيه واصبح ده ايضا ريجن. فكل دي الاشكال دي بنطبق عليها النوع الاولاني اللي هو نوت انفولفنج. ده شكل ده والشكل ده اي شكل. او كده يعني مش لازم يبقى شكل مسلسل. نوت انفولفنج ايكويشن اوف كونديشن. اما النوع الثاني وده يتفق عليهم الستة الاولانيين اللي كتبناهم. انا قارن عدد الانون رياكشن بعدد المعادلات اللي هو ثلاثة. اقل من الثلاثة ستاتيك او ستيبل يساوي او اكتر ابص على الزوم لا هم متوازيين ولا هم متقاطعين يبقى ستاتيك او ستيبل. متوازيين او متقاطعين يبقى جيومتريك او ستيبل. وبعدين عدد الانون بقى الديتيرمينز هو اكتر او يساوي يبقى اسمه ديتيرمين بالنسبه للستيبل. اكتر يبقى ان ديتيرمين تبقى قد ايه باي 1 باي 2 باي 3 على حسب ايه اما الاستراكشر اكويشن اوف كونديشنز النوع الثاني اللي هو يبقى البي بتاعي ممكن يبقى عندي كده او ممكن يبقى عندي كده اب اند كونديشن او فريم يبقى عندي كده او ممكن يبقى فريم عندي كده اي اشكال ممكن يبقى عندي ده كل هذه الاشكال يعتبر انفولفنج ايكويشن اوف كونديشن. تمام؟ انفولفنج ايكويشن اوف كونديشن. كده هنا طبعا 1 هنا 2 هنا 1 هنا 2 هنا 1 دي لو كانوا ثلاثة كانوا بقوا ريجن، لما حطيتهم واحد أربعة فبقوا إيه؟ بوظتهم بواحد، مش كده ولا إيه؟ وهكذا، أنا أتعمق في الكلام ده بعدين دي مجرد أمثلة. عشان الصابونة بس صغيرة من غير ما ننسى، عرفنا الاثنين دول شكلهم إيه؟ نروح بقى لموضوع الصابونة. معلش اسمعوني بقدر أمسح بسرعة عشان الصابونة صغيرة. نتكلم بقى عن الحاله الاولانيه البسيطه لما الكلام كله هيبقى اهم حاجه اسمعوا من الاستراكشر بما فيهم الجورنينج كوشن او كونديشن او الاهم. لو عندنا بقى اي واحد من الريجن اللي اتكلمنا عليهم دول اللي هو نقطه الجورنينج كوشن او كونديشن نبدا بالتيم البسيطه ده. كلنا عارفين ده عشان يبقى ستيبل لازم ابطله بسبورت وفايت ثلاثه انون رياكشن. مبدئيا كده ده اللي علينا عشان هو لو الثلاثة موجودين في نقطة واحدة لازم تبقى صح؟ طبعا. ولازم تقول لي في واحد ممكن يقول لي اه طب الثلاثة هنا متقاطعين، لا. لأن زي ما اتعلمنا الفيكس سبورت ده هي ما هيش نقطة منصوبة كده، لا. لما عندي لو قدامك انا لو انا عامل ده كده الثلاثة سبورت، لو انا فرضت ان ده الجزء البي سيب البي، لا
لو انا سندته على كده رولر سبورت تسمح له بالحركه دي لكن ممنوع الحركه الراسيه، يبقى اسم انا منعت الحركه الانتقاليه في اتجاه معين بس وسمحت له الحركه الثانيه عموديه. ده يبقى رولر. لو مسكته كده يبقى النقطه دي منعتها من الحركه في المستوى بس الموضوعين بيلف، لكن لا يمكن تترك المكان ده بس ممكن يلف. لكن لو انا مسكت جزء منه كويس كده اهو ما لفش. ده معناه ايه؟ ان فيكس سبورت زي ما احنا عارفين هو ليس حاجه عامله كده. امال هو ايه؟ زي ما انا اجيب مسمار ومعدلين تكنيك قبل كده واضيفه في الحته. اذا ما دفتوش كويس او ما حطيتوش فيشر هيجي على اقل حاجه يرضي. لكن لو دخلت منه جزء كويس يبقى عباره عن ايه؟ بقى فيكس. ليه؟ لان انا منعت الحركه الانتقاليه لاكثر من نقطه. يعني معناتها في كذا هنج سبورت في منطقه صغيره كلهم يدوني. طبعا الرولر بيديني رياكشن واحد وانا عارفينه لو عمودي على الحركه، الهنج بيديني اثنين انون رياكشن، اصلا هو انون ماجنتيود ودايركشن لكن بنعوضهم بمركبتين راسيه وافقيه زي ما اتعلمنا في الميكانيك. اما الفيكس ده اصلا هو فيه اكثر من هنج فكلهم كذا عدد من الانون بس كلهم فورست موجودين في مستوى واحد. ده تعليمنا في الميكانكس ليهم محصله واحده. المحصله دي بقى موجوده ليها مقدار ليها اتجاه وليها رايد اوف اكشن يعني مكان. انا بقى بنقلها لنقطه معينه اللي هي اخر حته خارج من المكان اللي انا مثبت فيه حيطه او عمود او اي حاجه ونقلتها جوه المحصله اللي هي نفسها عمود ماجنتيود ودايركشن زائد بوند. والرياكشن اللي هو انون ماجنتيود دايركشن هيعمل لي مركبتين اكس وواي كده يبقى في اكس وواي وزي هم لابسوا متقطعين لان هم اصلهم ايه؟ اصلهم ايه؟ موجودين في جزء من الاستراكشر وليس في نقطه واحده. اما لو كان في مكان في مكانين يبقى لازم فيهم واحد هين وواحد هين اقصى. ده هيديني اثنين والتالي بقى ينفع احط يعني المكان ده باي وضع كل الاوضاع تبقى صحيحه ما عدا وضع واحد. ايه هو؟ يعني لو انا عملت كده صح ولو عملت كده صح ولو عملت كده صح اي حاجه. اما الوضع ده اهو Gracias.
انتبه. كلام واضح عملية فلتان بسيطة. يبقى هو ده في حالة النطق الضروري كوشنال كونديشن في العملية فلتان بسيطة. عايز بس اقل على السلم البين ده اللي هو عملناه ده في حتة مهمة عشان نتعلم. اللي هو ده كده وقلنا كل الاوضاع صحيحة مع الوضع ده لكن احسنهم على الاطلاق احسنهم يعني ايه؟ يعني ان انا اوفر فيه ان هو يدفع الرولر شكله كده. يعني ايه بقى؟ يعني الرياكشن عمودي على هذا الخط. يعني ايه؟ يعني لو كان المبنى ينزل نايل كده وده كده افضلهم ان الرولر يبقى كده عشان يبقى عمودي. ليه؟ ده معرفه اقل ما يلي ان اعمله. يعني الرياكشن اقل ما يمكن. ليه؟ لان انا لو ده الاستراكشر مع كده الرولر ده نايل كده والرياكشن كده مين اللي هيمنع الحركه؟ ده يا اخوانا لما انت ده انا وريتك كده على لو ده كده بيلف كده هو بيلف الطريق كده. اول ما حركه لما بتم هنا بالنقطه دي في اتجاه التاني اللي هو عمودي على هذا الخط. لو هو اوف كده كده يبقى راس. لو هو باهي كده هيبقى عمودي عليه. فانا امنع الحركه اول ما تحصل. اول ما تحصل يعني باقل حاجه اعملها. زي ما كلنا عارفين ان المحصله هنا ده اللي هيمنع الحركه هو المركبه، لما المركبه اصغر من اصلا. عشان كده هو اقل ما يمكن ان اعمله، الاقل ما يمكن ان اعمله هو العمودي على الخط الوسط من الانتي سبورت الى النقطه اللي هحط عليها ايه؟ في السبورت. الكلام ده يقدر حتى لو هو كان فري. يعني كده ممكن انا اقارن كده. اقل ما يمكن ان انا اعمله هنا يبقى احط الرولر ده عمودي على هذا الخط. لكن لو حطيته في اي وضع ثاني يبقى صحيح ما عدا الوضع اللي هو ايه؟ اتجاه هذا الخط، ده اللي هو غلط. اي وضع تاني صحيح، لكن العمود على الخط اللي واصل من الهنج سبورت الى مكان الرولر سبورت هو ده العمود يعني هو ده ايه؟ اقل ما يجب ان اعمله. سواء تمديد، سواء تفريم، سواء كل حاجه. كل الكلام ده يخص ايه؟ النوت انفولفنج كوشن كونديشن. لو انا عملت نفس الاشكال دي بس بزياده يعني جيت البيم ده هنا وده هنا هل يبقى ستيبل ولا انا ستيبل؟ طبعا ستيبل بس بزياده. الزياده هي اقل قوه لكن هي القوه عند احد الهنج الافقيه. الزياده هي ايه؟ الافقيه. لو عملت كده ده الاكسترن ستيبل بس ايه؟ انديترمينت باي 1 هي القوة الأفقية بالزيادة. طب لو كان إيه عملت كده؟ الكلام ده وارد برضه على فريم فيكسد وهندي. ده برضه ستاتيكالي ديتيرمنت بس الزيادة بقى إيه؟ اثنين. الاثنين دول فين؟ ممكن أستغنى عن ده. ممكن لو سبت ده أعمل ده رولر، ممكن لو سبت ده هنج أعمل ده رولر، أي حاجة زيادة اثنين وخلاص بحيث أحقق أي حاجة من اللي إحنا قلناها. خلاص يبقى ده ستيبل اند انترمينت باي 2 مش كده ولا ايه؟ وهكذا. طيب الكلام ده بسيط ومش هتوصل فيه ابدا لان ده الاساس. بعد اذنك يا دكتور الخط الواصل بين الهنج والرولر الحته دي تاني ليه ليه وصلت بين الهنج والرولر؟ الخط الداش ده مالي. ليه وصلت من انا ما وصلتش انا بقول ان اقل ما يجب ان اعمله ده انا احط الرولر مديني ده عمودي على هذا الخط زي ما هو عمودي على النقطه دي لان ده هيجي يلف ازاي؟ يلف بارك ده المركز بتاعه فبيوصل الخط يبقى كده وهو الحركه في اتجاه تلفت انا عايز امنعك فبقول بمنع على ايه؟ بمنع على الخط عمودي على الخط اللي واصل من الهنج سبورت الى مكان الرولر. ده اقل ما يجب ان يكون، خلاص؟ دي نقطة بس مهمة عشان ده الكلام ده يخص اللي هو نوت انفولفنج كوشن كونديشن. أما اللي فيه كوشن كونديشن الموضوع ده هيستاد إيه؟ معلومات أكتر. مش هتعمق فيه قوي، هنتعمق وإحنا بنعمل المسائل لكن هعمل فيها بعض الرولز المهمة. نحطها في ذهننا عشان خاطر نتعلم.
في حال بقى الاشكال اللي هي نوت في انفولفد كوشن كومبليشن. نوت ان انفولفد كوشن كومبليشن. الاشكال زي ما شفناها اهي دي معنى كده أو في معامل مثلا كده كده في معامل كده في معامل كده وهكذا بأي حاجة هكمل بعدين بس هستنى دول دول كلهم فيهم بيكوشن كونديشن ده واحد ده واحد ده اتنين ده اتنين ممكن يبقوا أكتر. إيه اللي بيحصل؟ أنا المواضيع أوصل السبورت طبعا السبورت بيبقى ليها أماكن معينة، ليه أماكن معينة؟ لأن المنشأ بتاعنا أساسا هو في مكان السبورت بيكون متوصل بجسم آخر، بمنبر آخر، كنا عارفين إن المنشأ بيبقى عبارة عن عدد كبير من المساحة متقسم إلى بواكي أو بكات بكات كده وممكن يبقى مرتفع وصل الأرض مش كده ولا إيه؟ فهو أنا بيبقى متقسم متوصل بإيه؟ منبر زي أعمدة وزي كاميرات وزي حاجات زي ما إحنا الوصله بين الكاميرا والمعنى مع العمود هي ده اللي يعتبر مكان سبورت. يبقى انا ما بحطش السبورت في اي حته، انا محطوط في اماكن محدده متحدده من الرسم الايه؟ اللي هو يعني المعماري الاول وبعدين الانشاء هو اللي يحدد. لكن انا بنتكلم على الاجزاء اللي تهمنا في الاستراكشر. لما يبقى ده زي ده كده قلنا في الحاله دي هناك كنا لازم احط على الاقل ثلاثه ولا هم متوازيين ولا هم متقاطعين. امال هنا بقى اعمل ايه؟ لازم احطهم اسيت، لو عندي وان كونديشن لازم يبقوا اربعه على الاقل او اكتر. لكن ايضا عمليه الجيومتري بقى مش تخص الشكل ككل، ده تخص كل جزء على حاجه. من هنا تاخد الصعوبه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا جبت ده وعايز احط ده على سبورت واحد ما ينفعش. لان السبورت الواحد اقصى ثلاثه، مش كده ولا ايه؟ انا محتاج اربعه. يبقى اول حاجه ده لازم يتحط على ايه؟ اكتر من مكان. هنفترض ان هم في مكانين، اهو هعمل كده هحط تحت ده كده. لو عملت كده فيكسد تحت الهدوم يبقى محتاج للتاني ده هحط له حاجه تبقى واحده بس. هل ينفع ما احطلوش سبورت؟ لا لازم يتحط له. لو ما حطلوش هيتحرك مش كده ولا ايه؟ هو كده فين؟ يبقى لازم احط له سبورت. اقل ما يكفي ان انا هعمله شوف التعديل هقول له هحط له وحطيته كده عشان يبقى ده اقل. ليه؟ شوف التعديل اللي هقوله لان ده انا قسمته كان اثنين ريجيت، ده لوحده ريجيت المجموعه الاولانيه اللي مسحناها وده لوحده ريجيت المجموعه بس متوصلين ببعض كده وبيعملوا حركه نسبيه الاولانيه. لما انا وصلت ده فيكسد اصبح ده مكان ما حسبت ده الجزء ده واحد وده اثنين. واحد لما وصلته كده اصبح ستيل لوحده لانه خد ثلاثه وهو كل جزء على كده يحتاج الى ثلاثه. يحتاج الى ايه؟ يبقى الى ثلاثه. دخل الثلاثه فبقى ستيل لوحده لا يحتاج اي مساعده من اي حاجه. لكن ده لما انا وصلته هنا بالضروره اصبح واحد. ده غلبان قوي عشان كده انا دايما استعمل تعبيرات كده توصل المعلومات للطلبه حلوه. بقول له يبقى بسمي ده عالم اول بينما ده عالم ثالث. عالم اول وعالم ايه؟ عالم ايه؟ ثالث. كنده العالم الاول يعني لا يحتاج مساعده من حد. هو مكفي نفسه، ستيم لوحده. ومساعد الثاني، مساعد الثاني ازاي؟ ده غلبان قوي. لازم الانترنت انت دي تشتغل له زي انت بتصرف. فعلا ده لما بقى ستيم بقى زي عامل زي القطر اللي اقدر امسك فيه. لما عملت الانترنت انت تشتغل للي بعده كانها زي هيك الفاتوره. وده اللي انت خدته في السنه الاولى لما كنت تيجي تحل المساله دي تقول ده نمره واحد شايل نمره اثنين، نمره اثنين يبقى فوق كده ودي تشتغله زي هيك الفاتوره وتعكس الرياكشن على ده مش كده ولا ايه؟ الرياكشن اللي هنا بينعكس كده يبقى ده شايل كل الاحمال اللي هنا تتقل ايه؟ عن طريق الانترنت انجن. عشان كده ده عالم اول لا يحتاج الى مساعده بس يساعد اللي جنبه يساعده على ايه؟ على يخلي دي تشتغل له زي هيمنه سبورت. يبقى محتاج هو دولار بس زي ما قلنا اقل ما
ستيبل بار، ولما اجي اصححها بقى فانصحح اشيل واحد. هل ينفع من هنا دي اشيل واحد من ده يبقى هنج وهنج؟ يعني يبقى اراضيه يبقى كده؟ دول اربعه دول ينفعوا؟ لا، لازم نتعلم بقى، نتعلم الحته الثانيه. ايه بقى الحته الثانيه؟ شوف لما نرجع للحته اللي انا قلت لك عليها، ايه هي الحته اللي انا قلت لك عليها؟ هو ده العالم الاول، ده اسمه عالم ثاني عشان عنده اثنين، وده اسمه عالم ثاني عشان ما اسمه اثنين. عشان نفهم العمليه هحط فريم، لو كان بقى فريم عامل كده بالنسبه لده.
فيكسد ورولر كورنر، يعني ده بيبقى فيكسد كده وهنا رولر كده وهنا رولر كده، ينفع؟ طبعا ينفع. ده احلى حاجه. التفسير بتاعه ايه؟ ان ده نمره واحد، ده نمره اثنين، ده نمره ثلاثه، ان واحد بقى ستيبل لوحده على الارض، ده غلبان وده غلبان، ده محتاج مساعده كمان، لما ده هياخدها من على الشمال، ده بقى فيكس لوحده وما تيجي تشتغل زي هنج سبورت ليه؟ بقت هنج سبورت، هنج سبورت والرولر ده بقى ستيبل، بعد ما بقى ستيبل يبقى دي بقت ايه؟ تنفع تشتغل هنج سبورت للي بعده، هنج سبورت والرولر وهنا ستيبل. والتركيبه كده، والتركيبه دي تساعد في الحمل، لان انت لما تيجي تحل تبقى عارف ان ده متشال على النص واللي النص متشال على ده. واخدين بالنا؟ ده الكلام. هل في حاجه تاني؟ هل ينفع ده يبقى هنج؟ وده يبقى هنج؟ وده يبقى رولر؟ طبعا برضه ينفع. بس التفسير يبقى ان الاثنين دول هيساعدوا بعض. هيساعدوا بعض ليه؟ لان هنج سبورت وهنج سبورت وترميل هنج، الخط الوسط بينهم لا يضر ده. اسلوب المساعده من هنا لهنا، او ده من هنا لهنا، ينفع. يبقى دول بقوا ستيبل، يخلي ده يشتغل هنج سبورت مع رولر ده. كل دي تفاصيل مهمة جدا، هنشوف الأمثلة هنوضح بس كده حاجات سريعة. خلاص؟ طبعًا هنا زي ما احنا عارفين بقى ممكن ده يبقى هنا فيكس كده، هنج سبورت، ده هنج سبورت، ما ينفعش أحط هنج سبورت، إذًا ما ينفعش أعمل كده، أمال أنا ينفع أعمل إيه؟ لا ده لازم يبقى محطوط على الفيلم، ده لازم ياخد سبورت، وده لازم ياخد سبورت، وده لازم ياخد سبورت. بيبقى بعيد تمام، لو ده فيكس كده هنا يبقى هنج لازم أحط رولر هنا عشان ده يبقى ستيبل. ودي تشتغل هنج سبورت تحت الرولر كده من ضمن المخزن. لكن لو حطينا انجاز كده ما ينفعش. ليه؟ لان زي ما اتفقنا الانجاز اللي على خط واحد مع المتبادلين هنج ده وضع في مومنت تريك اند انزل. لو ناخد حاجه بقى ثانيه مهمه، حاجه ثانيه مهمه، المنبر ده مع المنبر ده زي دول بلو مكون من الرباط والمنبر ده والمنبر ده والسبورت هنا بس. لو الاثنين دول على خط واحد لازم اخد بالي من المشكله. ليه؟ بص شوف التعليق اللي هقوله هنا. انا بنظر للعمليه ان المنبر ده راسي والمنبر ده راسي، اتربطوا بالمنبر ده فمربوط هنا بقوه افقيه في اتجاه ده. ده عامل زي كانه ليه؟ هو يشتغل ليه لو ما كانش عليه لود؟ لكن لو عليه لود هو يبقى عايز يبقى هو واخد اثنين من ناحيه وواحده من ناحيه راسيه وهيدي القوه الافقيه، هيربط برضه وده هيربط فوق. هيبقى في هنا قوه افقيه رابطه وهنا قوه افقيه رابطه. الكونديشن اللي هنا ان الاثنين دول مربوطين بقوتين، ما احنا عندنا في المستوى قوتين الرقص في حاله ان التمديد يمشي زي اللي احنا شفناهم كلهم، دول قوتين موجودين في نقطه واحده، لان اي مرتبتين في المستوى مالهمش متضررين، يا يتقطعوا يا يتوازنوا، يا يتقطعوا يا ايه؟ يا يتوازنوا. طيب هنا بقى مفهوم ايه متوازنين؟ فانا من عندي كونديشن واحد ان ايه؟ ان اللود اللي موجود هنا ما يقدرش ينقل اللود اللي هنا قوه رقصيه. ما يقدرش ينقل ايه؟ قوه رقصيه. ينقل اوفر الرقص، هو ده الكونديشن اللي عندي. بس هما بقى محتاجين اربعه. لو انا حطيت الاربعه كده ده فيكسد وده رولر ينفع نقول اه صح. ليه؟ شوف التعبير اللي انا هقوله، لان ده نمره واحد ده نمره اثنين ودول المساعدين. وده يبقى على فيكس سبورت ستيبل لوحده لانه على الارض، هيخلي دي تشتغل زي هنج سبورت وده يشتغل زي هنج سبورت. وده يبقى يعمل زي لينك سبورت في الدرجه. ما هوش لينك منه. وده يعمل زي لينك سبورت مع الرأسية دي، الثلاثة دول ولا هم متوازيين ولا هم متقاطعين. فيبقى ينفع، يبقى ده صح. ستيبل اند تاني. لكن لو واحد حل تاني حطيت ده هنج سبورت وهنا هنج سبورت. لا ده الوضع ده غلط. ليه بقى؟ عشان نعمل المعادلة التانية بقى. اللي زي ما قلنا هنا الاثنين هنج سبورت والانترميديت هنج، خط الوسط بين الاثنين هنج سبورت لا يضر بالانترميديت هنج. ايضا هنا نقول القاعده اللي هنقولها ان خط الوسط بين الاثنين هنج سبورت دول ممنوع يوازي قوه التوازن الارضيه.
المصريه اللي هنا دافيه ان ده يبقى ستيبل بعد ما الغي الحركه. بعد ما الغي الحركه ايه النسبيه بينهم اللي هي ايه؟ الحركه الراسيه دي اللي هم الاثنين راسينهم دول بيقعدوا يتحركوا. وسبت مين؟ سبت ان الافقيه للرباط. اصبح الكوره رباط افقيه وافقيه وافقيه، ده مش لو ثلاثه، ده لو 33. ما هو الكوره رباط زي القوه الايه؟ الخارجيه. ممنوع يبقوا متوازيين وممنوع يبقوا متقاطعين، لا هم ثلاثه ولا هم متوازيين ولا هم ايه؟ متقاطعين. عشان كده ما ينفعش. لكن لو جاءت الحاله دي عامله كده وده هنا سبورت هنا وده سبورت هنا، ينفع ده كده؟ طبعا ينفع. ليه؟ لان الخط اللي وصل بينهم لا يوازي القوى الرباط. فده يبقى اس ايه؟ فاهم انت؟ ده صح لكن الوضع ده غلط. فهمنا؟ لازم نبقى فاهمين ده ولازم نبقى عارفين. اتعلمنا قاعدتين مهمتين. اذا كانوا القوى الرباط متقاطعين في نقطه اللي هي انترميديت هنج، واحد ده مربوط مع اثنين ده، هحط هنا هنج سبورت وهنا هنج سبورت. كل الاضاءة صحيحه مع الوضع ان يعني الخط اللي واصل من الاثنين هنج سبورت يمر بالانترميديت هنج. عايز اعملها شويه. نقول ايه بقى؟ احنا يعني عندنا بنتكلم في المستوى. نقول لما نقول هنج سبورت ممكن اكمل جنبيها اقولها اور ايكويفالنت. ولما اقول انترميديت هنج اللي هي قوتين الرده ممكن اقول اور ايكويفالنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي مثلا منبر كده وانا حطيت ده هنج سبورت كده وهنا هحط دول كده. ده على اثنين وده على اثنين. خلاص؟ بس نقطة بينفقع. نقطة تقطعها اسمها ايكوفيلنت. ليه في سبورت؟ والخط اللي واصل منها وبين الهنج سبورت دي لا تمر من الهنج. عشان كده نقول ايه؟ هنج سبورت اور ايكوفيلنت، يعني ممكن اثنين كل واحدة ليها واحد وليهم نقطة تقاطع. أما الحالة اللي فيها التوازي ما عندناش مشكلة. اهو ده هنجت كده وهنا ده هنجت في رولر هنا كده ورولر هنا كده ودول ده على اثنين اهو راسيتين متوازيتين وده على اثنين متقاطعتين. ينفع يساعدوا بعض؟ طبعا. ليه؟ لان زي ما اتفقنا ده هيساعد ده نمره واحد ده نمره اثنين ده هيساعد ده من الهنج سبورت الى الانترميديت هديله جوه افقيه وهو هياخد الراسيه. هو الراسيه تنفعه والافقيه مع الاثنين دول ينفعوا. والكلام ده ينطبق على مين؟ ينطبق على المفاهيم. واضح الكلام؟ احنا حبينا نوضح بس ليه؟ هيقابلنا حاجات ثانيه لما اتقابلنا في المسائل هنوضحها اكتر. لكن احنا عايزين نتعلم الحتتين اللي اتعلمناهم دول. عالم اول، عالم ثاني، عالم ثالث. الثالث لا يحتاج مساعده ويساعد اللي جنبه ان الانترميديت هنج تشتغل له هنج تصرفه. العالم الاول غلبان لا يقدرش يساعد محتاج مساعده كامله. اما العالم الثاني لو هنج سبورت اور ايكوفيلنت يقدر يساعد. هو محتاج واحده لان الواحده تبقى زاويه التحسين ما تتقطعش مع الاثنين دول. وانا هي لازم تبقى ايه؟ لا تنقطع عليه لو قلنا هي هياخدها العمليه على الخط اللي وصل بين الاثنين. وهو يساعد مين؟ من الهنج سبورت الى الانترميديت هنج. واسلوب المساعده برضه نقدر نقول عليه من الهنج سبورت اور ايكوفيلنت الى الانترميديت هنج. ممكن نقول برضه الانترميديت هنج دي اور ايكوفيلنت. يعني ايه اور ايكوفيلنت؟ يعني زي الحاله دي يقدر دول يبقوا عاملين كده. هنا مفيش كونكشن. ده نبقى ضامنهم بس الاثنين متقاطعين هنا. خلاص؟ دول مربوطين بقوتين بس القوتين هنا متوازيتين الاثنين هنا متقاطعتين. هنا ينفع نعمل ده هنج ده هنج؟ طبعا ينفع. ليه؟ لأن نقطة التقاطع دي كأنها انترميديت هنج. ويبقى الخط اللي واصل للدور لا يمر بيه، يبقى هو ايه؟ ستيبل اند ديفينت. دي شوية دردشة كده الأول عشان نعمل هنخش بقى في الأمثلة، والأمثلة هتوضح كل حاجة. إحنا عدينا ساعة ولا كام؟ خلاص لسه هي كده ساعة. ساعة وخمس دقايق. كده ساعة بالظبط، ساعة بالظبط، كده ساعة. ساعة كده بالظبط، خلاص وقتك.